السلام عليكم. شفتم الفيديو الماضي اللي حكيت فيه عن عبد الرحمن الحسين؟ إذا ما شفته روح شوفه، لأنه حكيت عنه كثير بذاك الفيديو، واليوم راح أحكي عنه كمان حكي جديد. طبعاً تفوق الفتوة اليوم على تشرين بنتيجة 2-1، وبقي محافظ على الصدارة وبفرق 10 نقاط عن حطين، وصرنا أقرب للنجمة الرابعة أكثر من أي وقت مضى. تفاصيل مهمة وحكي كثير راح نحكي عن هاي المباراة، خليك معاي لآخر الفيديو، كل دقيقة منه حتكون مهمة، لأنه فعلا مباراة اليوم هي عبارة عن مادة دسمة داخل الملعب وخارج الملعب. الفتوة تقريبا بدأ بخطة تقليدية مع الكابتن عمار الشمالي، يمكن فيها شوية تغييرات عن المباراة السابقة. حراسة المرمى طه موسى، قلبي دفاع العائد يوسف الحموي مع عبد الرزاق المحمد، على اليمين كرم عمران، على اليسار عبد الهادي حنبضلي. أمامهم كلاعبي ارتكاز أحمد الأشقر وصبحي شوفان، وحنوقف مع صبحي شوفان بهاي المباراة، إضافة أنه أمامهم كصانع ألعاب أو لاعب وسط حر في الملعب بوكس تو بوكس البعض يسميه هو مصطفى جنيد، على اليمين أحمد الخصي، على اليسار المالطة، ومهاجم صريح محمود البحر اللي كمان حنحكي عنه أكثر بهذا الفيديو. الفتوة دخل المباراة ذهنياً وبدنياً كان أفضل من تشرين، وهذا بيّن بأول 5 دقائق وبالفرصة اللي أضاعها محمود البحر أو لتصدى إلها العالمة. يعني البحر ما تعامل معها أحسن شيء، لكن هو سددها على المرمى والعالمة اتصدى لها بردة فعل جيدة جداً. واستمرت السيطرة أزورية أول ربع ساعة تقريباً من المباراة، وكان لازم نسجل فيها هدف مشان يتحرر اللعب أكثر أو يصير في مساحات وتنفتح المباراة بشكل أكبر، لكن ما استثمرنا أول ربع ساعة اللي كنا ضاغطين فيها بشكل كبير وكنا عم ننقل الكرة على الأرض بشكل مميز جدا. لكن العيب اللي كان عند الفتوة هو اللمسة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، يعني إحنا ننقل الكرة على الأرض بشكل جيد جدا، وهذا يعتبر اللمسة الواضحة والصريحة لعمار شمالي مع الفريق اللي كنا نفتقدها مع أيمن الحكيم، وكل ما تناقلنا الكرة ووصلنا بشكل أكبر لمنطقة الـ16 من فريق تشرين كنا ما نعرف نتعامل مع الكرة. طبعا ما ننكر أنه التنظيم الدفاعي أو دفاع تشرين كان واقف بشكل جيد جدا وكان يمنع أنه الكرة توصل، لكن أنت مع التكتلات الدفاعية ذكرتها أنا بفيديو سابق وأرجع أذكرها، أنت عندك حلول معينة، إما حلول العرضيات أو حلول المراوغات والاختراق، أو الحل الثالث أنك تسدد من خارج المنطقة، وإحنا بصراحة الثلاث شغلات هاي ما عملناها بأول ربع ساعة أو أول 20 دقيقة. من بعدها تشرين بدأ يتقدم، لكن اللي لاحظته بالمباراة أنه تشرين كان يلعب بجناح واحد أو بجهة واحدة من الملعب وبخطة واحدة، دائما هي الجهة اليمنى من تشرين واللي هي الجهة اليسار من الفتوة، بمعنى كل الضغط كان من عند جهة عبد الهادي حنبضلي، وبصراحة هاي الجهة كانت هي الأصعب علينا لأنه تحتاج إلى مساندة إما من لاعب الارتكاز إنه يميل على الجهة اليسرى للفريق، وإنه اللاعب الجناح اللي كان يلعب فيها المالطة كان لازم يرجع ويدافع ويساند مع عبد الهادي حنبضلي حتى يقلل أو يسكر خطورة تشرين. ومع ذلك تشرين خلال الشوط الأول تقريباً ما كان عنده خطورة حقيقية على المرمى، كان عم يحاول باستمرار ويلعب كرات عرضية، لكن ولا فرصة منها نقدر نقول عنها أنها فرصة حقيقية هددت مرمى الفتوة. استمرت المباراة لحد ما وصلنا للدقيقة 40 أو لآخر 5 دقائق تقريباً من الشوط الأول، وقدرنا أنه نسجل هدف من ركلة ركنية سجلها قلب الأسد قلب الدفاع يوسف الحموي. وفعلا الكلام اللي عم أقوله هو صحيح، لما يكون أنت في عندك تكتل دفاعي، إما بدك من عرضية، إما بدك من تسديدة من خارج المنطقة، أو أنه تراوغ بمهارات، وكمان تعتبر هاي حلول فردية ما عرفنا نطبقها، لكن الشيء الجيد أنه إحنا خرجنا بالشوط الأول متقدمين بـ1-0. بالشوط الثاني أنا برأيي الشخصي الخطأ الكارثي اللي ارتكبه تشرين أنه هو مباشرة استبدل يوسف قلفة. طبعا ما أعرف إذا هو اللاعب مثلا عم يعاني من إصابة أو كان عم يشكي من شيء فاستبدلوه، لكن كانت كل الخطورة من هذا اللاعب. أما هجوم الفريق تشرين يعني كان معزول تماما، يعني ما أذكر أنه مثلا وصلت كرة للبري أو لكواية أو لأي حدا أنه مثلا يعني شكل خطورة على الفريق.
وكنا امام فرصه انه نضاعف النتيجه. طبعا قبل ما اكمل انه الفرص والشوط الثاني، جماهير تشرين واغلب الصفحات الرياضيه عم تقول انه كان في ضربه جزاء لفريق تشرين بالشوط الاول حرمهم منها الحكم. للامانه التحكيم بكل المباريات سيء، ما في مباراه نقدر نقول عنها انه طلعنا بتحكيم جيد جدا. وانا ذكرت بمباراه الذهاب مع تشرين احنا تعادلنا 2-2 وهم التغى لهم هدف بنتيجة تسلل، وقلت بوقتها طول ما احنا ما عدنا تصوير نظيف وما عدنا فار فللأسف قرار الحكم هو اللي حيتطبق او اللي يشوفه. بالإعادات اللي ما انها واضحة بالنسبة لي على الاقل، يعني كنت عم اتابعها على صدى انه يعني ممكن هي لمست بايد عبد الرزاق او ما لمست، يعني ماني متأكد 100%، لكن حتى اكون صادق الحكم ما انه جيد، الحكم للفريقين ما كان جيد، وفي التحامات بيصفر فيها وفي التحامات ما بيصفر. بعدين انت لما تنذر لاعب بسبب الاعتراض تخلي في شوي يعني جو بالمباراة ما انه جيد، يعني بيصير اللاعب ما انه مرتاح وبيشعر انه هو مقيد وما بيقدر مثلا يحتك كما يجب، دائما خايف من قرارات الحكم. وعموما هو لو ضربة جزاء وتشرين سجل فعلا كان ممكن المباراة تختلف. عموما مثل ما ذكرت انه انتهى الشوط الاول 1-0، دخلنا الشوط الثاني. تشرين او لاعبي تشرين للامانه اللي يميزهم عن اي فريق ثاني بالدوري طبعا من عدا الفتوة، انه هم عندهم فعلا روح، في قتاليه، بتحس انه فعلا بدهم يفوزوا، بدهم انه يسجلوا هدف. اللاعبين مقاتلين بشكل عام، مع انه طبعا في اسماء عندها يعني كوارث باللعب من تمرير خاطئ ومن قرارات غلط وعدم تغطية صح ويعني حكي كثير، لكن هاي جماعة تشرين هم بيحكوا عن لاعبينهم، أنا ما حدخل بهاي القصص. اللي أقدر أقوله إحنا كنا أمام فرصة أو أكثر من فرصة أنه تصير النتيجة 2-0، وكانت الهدف اللي سجله مالطا والتغى للتسلل. طبعا في كمان جماهير من الفتوة وصفحات رياضية بتطلع لك أنه هي هدف وما بعرف شلون حسب التسلل، لكن خلص تسلل والتغى. لحد ما اجت ردة الفعل من تشرين قدروا يسجلوا فيها الهدف بسبب خطأ مركب من اكثر من لاعب بالفتوة. الخطأ الاول بصراحة يتحمله صبحي شوفان، وبالطريقة اللي رجع فيها وبالمكان اللي وقف فيه حتى يغطي. انا طبعا ما عندي امكانية اني احط لقطات بسبب الحقوق الحصرية واللي مثلا ممكن القناة تتعرض لحقوق أو شيء، فما ححط، لكن راجعوا ورا كلامي. الكرة ارتدت من صبحي شوفان، رجع هو بدال ما يغطي ورا اللاعب تمام، وبالأساس عبد الهادي حنبضلي اتأخر بالتغطية واللعبة عرضية، قلبين الدفاع واقفين كأنه على نفس الخط، وكرم عمران متأخر جدا عن اللاعب الجناح فسددها وسجل هدف التعادل. الكلام اللي بدي أحكيه عن صبحي شوفان، بصراحة صبحي شوفان لياقته عالية، مميز يعني تقريبا بتشوفه بكل مكان بالملعب، لكن بصراحة صار لي كذا مباراة منتبه أنه عنده أخطاء بالتمرير غير مقبولة. هذا الشيء بيضيع جهد اللاعبين وبيضيع مجهوده وبيضيع حتى يعني حتى الخطة بتصير مانها منسجمة بشكل جيد. ما أعرف ليش هذا التراجع بمستوى صبحي شوفان، لكن هو كمكسر هجمات أو كملاحق للكرة جيد جدا، لكن لازم يراجع نفسه بمسألة التمريرات والاستلام والتسليم. الفتوة كان بإمكانه أنه يتقدم بالنتيجة عن طريق المميز جدا مصطفى جنيد، اللي لازم صراحة بكل مباراة أنه نحكي عنه ونقول أنه مصطفى جنيد هو أفضل لاعب في الدوري السوري، بالمراوغات، بالتمريرات، بالانتشار بالملعب، عنده رؤية حلوة. لكن الفرصة اللي أجدته أمام المرمى، علما أنه أخذ وقته واستلمها، كان ممكن يمرر، كان ممكن يسدد بشكل أفضل، لكن تعامل معها بالرجل الشمال، طلعت فوق المرمى، ما تقدم الفتوة. بعدين أجت، وصلنا الدقائق الأخيرة، أجت الفرصة الذهبية اللي استغلها عبد الرحمن الحسين نجم الفتوة للأمانة، مهاجم ممتاز بسم الله ما شاء الله، اللياقة اللي عنده جيدة، بدنيا جدا رائع، الطريقة اللي ارتقى فيها برجله وعمل بيها المقصية تحسب له، بتذكرنا بلاعبين كثار طبعا أبرزهم عمر السومة. قدمنا 2-1 وانتهت المباراة عليه. طبعا
طبعا عمار شمالي اجرى شويه تبديلات، خرج الجنيد والخصي ونزل عدي جفار ونزل زيد غرير، بعدين اضطر انه ينزل حمزه كردي ولعب عبد الهادي حنبضلي كجناح شمال. يعني عمل شويه تغييرات. انا احيانا عندي ملاحظات على بصراحه على اختياره للاسماء. يعني انا مثلا من وجهه نظري ما كان لازم هو يلعب المالطه شمال واحمد يمين، لانه احمد بين على الشمال جيد ومالطه على اليمين كمان كان جيد جدا بمباراه اهلي حلب. فليش انت علما انه قلبهم بالمباراه ورجع مع بدايه الشوط الثاني رجعهم مثل ما كانوا؟ يعني هاي الشغلات، يعني انا بصراحه ما احب التغيير بالمراكز. يعني انا بذكرها مره هو غوارديولا اللي يعملها وممكن احيانا ما تنجح معه، فما احب انه دائما تغير مركز اللاعب او مكانه، لانه لما يعتاد على جهه معينه من الملعب يبدا فيها اكثر. الاهم انه بصراحه انه قدرنا نتفوق، مباراه كانت كبيره من تشرين، لكن الفتوه ظهر فعلا بشخصيه البطل، بشخصيه الفريق اللي بده يحافظ على الصداره ويوسع الفارق. نقطه اخيره بدي احكي عنها، الفيديو اللي نزله النادي عن شخص عم يشيل شنطة سوداء بيفتحها بيطلع منها ميدالية والشمال أو الغطرة، بمعنى أنه إحنا بالفريق الفتوة نعطي اللاعبين الألقاب والعزة أو الرجولة. يعني أنا على الأقل هيك فهمتها، لأنه نادي تشرين قبل شهر ونص أو قبل شهر تقريبا أنه قدم لاعبه، أنه على أساس أجا واحد لابس أزرق وكأنه هو الفتوة، قدم له شنطة فرفض. طبعا الأزرق ممكن يكون فتوة، ممكن يكون جبلة، ممكن يكون حطين، لكن ما كان نادي تشرين موفق بالشيء اللي عمله. وفريق الفتوة يعني هو أكبر من أنه يرد، لكن يعني استحق، يعني اللي بده اللي على رأسه هاي بتحسس عليه. يعني المهم هم بعثوا هذا الرسالة للناس اللي تتهم الفريق اتهامات باطلة. الأهم حاليا أنه الفريق حافظ على الصدارة، وإن شاء الله يعني صرنا قريبين جدا جدا من اللقب. أتمنى أنه تشتركوا بالقناة، كل فيديو أقول صرنا قريبين من 1000 مشترك. الفيديو عم يجيب بسم الله ما شاء الله يعني أكثر من 1000 مشاهدة، بس الاشتراكات قليلة واللايكات قليلة، فدعمونا حتى نستمر. ألف مبروك للآزورية، أشوفكم على خير. كان معكم محمد علي الكرو، جمهور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.